عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هيفا علي، أتقدم بجزيل الشكر لهيئة الصحة بالأخص مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لتوفيرهم كافة الخدمات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء طبيا أو نفسيا. شكرا لهيئة الصحة والخدمات الطبية في دبي وبالتحديد مركز العلاج الطبيعي لما يقدمونه من خدمات من علاج طبيعي ودمج المعاقين في المجتمع.